أهلا بكم من جديد مشاهدينا. إذا تابعنا جانبا من الجلسة الخاصة في مجلس الأمن الدولي بنيويورك، وتابعنا جزء من كلمة الممثلة الأممية للأمم المتحدة في العراق، تابعنا كلمتها التي كانت عبر الفيديو من بغداد، ولنقاش ومزيد من تحليل لكل ما ورد في هذه الكلمة يحضر معنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي دكتور فالح خطاب. أهلا بكم دكتور. مرحبا بكم دكتور. كيف تقيمون كلمة جينين بلاسهارت، وإلى أي مدى كانت تتناسب مع حجم التظاهرات وحجم ثورة تشرين وحصيلة الجرحى والشهداء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ربما أهم كلمة في سؤال حضرتك هو كم تتناسب. هذا التناسب غير موجود للأسف. هذه المندوبة الأممية التي تتقاضى مبالغ طائلة من ميزانية العراقيين قالت اليوم الكلام الذي قالته قبل فترة في مجلس ما يسمى مجلس النواب، قالته تقريبا بالحرف الواحد، لم تزد عليه شيئا أبدا. يعني هي تكلمت كلام لا يمكن أبدا أن يتناسب مع حجم ما أريق من دماء قرابة 1000 شهيد. نتكلم عن قرابة 20,000 مصاب، غير الاعتقالات، غير التعويق، غير الحالات الإجرامية التي تقع في العراق. وبالتالي هذا الكلام الذي قالته اليوم وأكرر قالته قبل فترة في مجلس النواب نفس الكلام، يعني تقريبا إذا تعودين إلى السجل ستجدين نفس الكلام. لكن لفت انتباهي طبعا في أكثر من نقطة. النقطة الأولى أنها تحاول بشتى الطرق أن تحصر مطالب الثورة والانتفاضة في القضايا المطلبية. يعني هي تؤكد دائما على أنه حقوق الناس في العيش الرغيد، الجانب الخدمي أكثر. نعم، يعني هذا هو الموضوع. هذه النقطة الأولى التي لا يمكن إغفالها. النقطة الثانية للأسف هي تتحدث بشكل واضح جدا عن أنه أي ما يسمى إصلاح يجب أن يكون في إطار العملية السياسية الحالية. وبالتالي هذه عقدة كبيرة جدا، لأنه إذا رأينا ختمت كلامها قبل أن تقفز إلى علاقة بين بغداد وأربيل، ختمت كلامها بإجراءات عملية تفصيلية من مثل أنه رئيس النواب قدم مقترح بتعيين رئيس جديد مجلس الوزراء الى رئيس الجمهوريه بمده 15 يوم، وهذا اذا عينه راح ياخذ ذاك 30 يوم. وكلام طبعا هذا كله يصب في 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 خانه اخرى غير موجوده وغير غير لا تقع مع لا تتناسب لا تتوازن مع ما يجري في الشارع. هل الحديث عن تمديد هذا يوحي بتمديد معين لتعيين رئيس الوزراء الجديد؟ ممكن. حديثها عن هذه النقطة تحديدا. نعم نعم، يعني هي تقول أنه هذه الفترة غير كافية لإقامة إصلاحات، وبالتالي هي تطالب بجهد جماعي. من يقوم بالجهد الجماعي؟ أنا لا أعلم. زعماء الكتل الكبرى، هادي العامري مثلا، الميليشيات، من يقوم بهذه الإصلاحات؟ يعني هؤلاء عجزوا، هؤلاء متضامنين فيما بينهم على هذه الجريمة، على المشاركة في كل ما يجري. يعني كل ما يجري، كل ما خرج الشارع من أجله هو ضد هؤلاء. والمطلوب الآن من هؤلاء عن طريق المندوبة الأممية هو أن يبحث هؤلاء عن طريقة معينة للإصلاح والترقيع. يعني كلام حقيقة لا يمكن أن يصدر أبدا عن جهة مسؤولة بوزن الأمم المتحدة. وحصرت كذلك دكتور، حصرت هذه هي المسؤولية، مسؤولية تعيين رئيس وزراء جديد بالفئة السياسية ككل. يعني لم يتم إدخال المتظاهرين في هذه أبداً. في هذا الاختيار. هي كما قلت، يعني هي تتكلم من داخل العملية السياسية، من داخل هذا الصنم الذي موجود الذي يراد للعراقيين أن يعبدوه إلى ما شاء الله بالنسبة لهم. يعني مسألة مفتوحة. وبالتالي نحن نتحدث عن يعني هم في واد، والعالم، الناس، العراقيين، الثوار في وادي آخر. لكن لفت انتباهي أنها تتكلم وعادت هذا الكلام بطريقة معينة. قالت الوضع الحالي لا يمكن أن يحكم عليه دون ما وضعه في إطار ماضي العراق. ماضي العراق. طبعا نعم. هذا كلام خطير جدا جدا خطير، لأنه نحن كمن يعني يرحل المشكلات ها بأثر رجعي.
لم تكن هذه المشكلات قائمة في الماضي. هذه المشكلات كلها التي يعيشها العراقيين الآن هي مشكلات أوجدها الاحتلال وأوجدت العملية السياسية والمحاصصة الطائفية. ولفت انتباهي أيضا أنها قالت كلمة يعني ربما أخطأت، ولكن خطأ مهم جدا. قالت هذه المظاهرات هكما تسميها قادوها شباب ضد الفساد والمصالح الطائفية، قالت أو أقصد الحزبية. يعني هي قالت الحقيقة ولكن تراجعت عنها، لأنه الحقيقة هي هذه المصالح الطائفية ها قبل أن تعدها المصالح الحزبية. نحن نعلم أنه لا يوجد أحزاب في العراق، أحزاب حقيقية لا توجد، إنما توجد ميليشيات وأحزاب طائفية تقوم بمهام طائفية بحتة لا علاقة لها بالعمل السياسي. تحدثت أيضا المبعوثة الأممية في العراق عن إجراء الحكومة لتحقيق عن كل الخسائر التي حدثت خاصة في الشهر الأول، لكن قالت إن هذا تحقيق لم يكن كافيا في نظر المتظاهرين. ما مدى جدية الحكومة في إجراء مثل هذا التحقيق وهي المتهم في قتل المتظاهرين؟ يعني حقيقة هي قالت كلمة ربما أكثر بشاعة، قالت خطوة جيدة ولكنها غير كافية. أنا لا أعلم ما هو الجيد في الموضوع. غير كافية في نظر المتظاهرين، يعني ليس في نظر الأمم المتحدة. نعم يعني تقول جيدة ولكن غير كافية. ما هو الجيد في الموضوع؟ هذه اللجنة حتى أنه من كثر فضيحتها ومن كثر ما شابها من 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 عيوب، الكل تبرأ منها، الكل قال حتى اللي بالعملية السياسية قالوا لا علم لنا بهذه اللجنة. للأسف هذه إحاطة سيئة جدا، لا يمكن أن تمثل لا شارع ولا، لكن ماذا نقول عن موظفة أممية تتقاضى راتب هائل وهي حريصة، هي جاءت للعراق حريصة على العملية السياسية وحريصة على أن تقوم هذه العملية بمهامها كما أرادته الولايات المتحدة الأمريكية. تحدثت كذلك عن إصلاحات الحكومة والتي ربما قطعت شوطا معينا في نظر الأمم المتحدة، لكنها مرة أخرى غير كافية في نظر المتظاهرين. لو نتحدث بشكل منطقي وواقعي، ما هي أبرز الإصلاحات التي قامت بها الحكومة خلال شهرين من هذه الثورة؟ والله أنا لا أتذكر للأمانة، يعني أنا ربما أجهل لكن لا أتذكر. كان ودنا هي تقدم هذه، كانت تقول مثلا الحكومة قامت بالقضية الفلانية 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 ها، ولكن نريد منها المزيد. أنا لا أتذكر، ذكريني والله إذا كانت تذكرين. أنا لا أتذكر أنها قامت بإصلاح. ماذا قامت؟ يعني حتى موظفين أو كبار مسؤولين لم يطاح بهم، لم يحال أحد للتحقيق، لم يقال أحد أنه تم إزاحة فلان أبدا. الإصلاح الوحيد ربما يعده إصلاح أنه المجرم جميل الشمري قتل عدد هائل من الناصرية ثم سحب فقط. يعني سحب حتى يعني أين الإصلاحات؟ أنا لا أعلم حقيقة، إنما هو كلام إنشائي، كلام عام وهكذا. يعني هي للأسف جلسات مجلس الأمن من هذا النوعية هي عبارة عن أشبه بسوق عكاظ، كل واحد يتكلم فيه كلمة ويمشون. شكرا جزيلا لكم دكتور فالح خطاب الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا في هذه النشرة لتحليل ونقاش أبرز ما جاء في كلمة جينين بلاسهارت المبعوثة الأممية في العراق، وتابعنا كذلك بثا مباشرا من نيويورك لجلسة مجلس الأمن.